لو لسه أول مرة بتشوفي قناتي، قناتي اسمها مور كيتشن. لو عايزة وصفاتي توصلك أول بأول، دوسي على كلمة اشتراك وفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بأمر الله هنعمل محشي البتنجان. محشي البتنجان حقق نجاح جامد عندي في القناة، جات عليه أسئلة كتيرة، حبيت ان انا النهاردة اعمله لكم بأمر الله بكل الأسئلة بتاعته. معايا بتنجان، بتنجان ده اسمه خد الجميل، بس جميل قوي في المحشي، هو فعلا جميل في المحشي، طعمه حلو او جربته في البتنجان المخلل بردك خطير. معايا 3 حزم من الخضرة، شبت، بقدونس، كزبرة، الفلفل الحار مش للمخلل بس، النهاردة هنعمله محشي. الفلفل الكبير ده اللي هو الحار هنعمله للمحشي، بيبقى احلى من الفلفل الرومي كمان، بس للناس اللي بتحب المحشي حار. ماشي، لو ما بتحبيش المحشي حار يبقى خليكي في الفلفل الرومي، لكن بصراحة طعمه جميل جدا. بصي بنفس الطريقة بقورهم، ما بياخدوش في ايديا دقايق، قرن الفلفل بتقطعيه حتة صغيرة من فوق كده وبتقوريه، بس ما بتتكيش على المقوار قوي عشان الفلفل حساس. بنفس الطريقة كده قورت كله ما خدش في ايديا دقايق. بردك البتنجان بنفس الطريقة، بقطع الحتة اللي من فوق بنفس الطريقة كده، وبمسك المقوار من نص البتنجانية مش من الطرف، او خليكي في النص عشان ما تتقطعش معاكي، وبجري المقوار كده على طول، وما بياخدش في ايديا اقل من ربع ساعة وكنت مخلصة كله. بنفس الطريقة كده، وهقولك على خطوة هتخلي البتنجان حتى لو قعدتيه 3 ايام في التلاجة يفضل ما شاء الله عمره ما يجلد ويبقى جميل كأنك لسه عاملاه. بصي على طول كده بتقوريهم، ما بياخدش في ايديا دقايق وبيخلص. بنفس الطريقة كده، الخطوة دي اللي هتخلي لك البتنجان والفلفل لو قعدتيهم 3 ايام في التلاجة عمرهم ما يجرى لهم اي حاجة ولا البتنجان يجلد معاكي. هتجيبي مية، طبعا هيتغسل الاول تحت الحنفية البتنجان والفلفل قبل ما تحطيه في الخطوة دي. بتحطي على الفلفل بس ملح مع المية، لكن البتنجان هتحطي ربع كوباية خل ومعلقتين من الملح، وسيبيه لحد ما ينزل المية بتاعته، ده هيحافظ لك عليه عمره ما يجلد حتى لو قعد 3 ايام في التلاجة. بنفس الطريقة كده هركنهم بقى لحد ما اخلص خلطة المحشي بتاعتي، وبعد كده بصفي منهم المية خالص. نعمل الخلطة بقى الجميلة. معايا قرنين فلفل حار، لو مش حابة الحار استبعديه وخليه رومي، بصلاية كبيرة، كام فص من الثوم، كل دول هيتضربوا في قلب الكبة كده ضربة كويسة. معايا في حدود ربع كوباية زيت او اقل من الربع شوية، حطيت البصل والفلفل والثوم واديتهم رشة فلفل اسود كده عشان تبقى ريحتها جميلة. ما بحمرش البصلاية، انا بعمل خلطة المحشي ني في ني، اي دبلت بس يا دوبك البصلاية. هنزل على المقدار اللي معايا قد ايه، المقدار اللي معايا 2.5 كيلو بتنجان، 1.25 كيلو فلفل، هياخدوا قد ايه؟ هياخدوا معايا 1.25 كيلو من الرز او 1.5 كيلو. ماشي، نزلت اهو ب1.25 كيلو من الطماطم، وحطيت معاها في حدود 0.25 كيلو من الصلصة اللي مخزناها في الفريزر، بتخلي خلطة المحشي حمرة وجميلة كده. لازم تحطي صلصة مع الطماطم. نزلت بنص الخضرة، 3 معالق من الملح، بابريكا، فلفل اسود، كمون، مكعب مرق الدجاج. سبكت معايا، هنزل بالرز زي ما اتفقنا من 1.25 كيلو ل1.5 كيلو المقدار اللي معايا، وهكمل بقية الخضرة.
نسيت صح اقول لكم اني شلت من البصل اللي في الكبة شوية اللي نزلنا بيهم في نص الخلطة المحشي كده، حطيته ني ماشي، يعني خليت شوية دبلو وشوية حطيتهم نيين، هيديك طعم جميل قوي لخلطة المحشي. بعد ما بتنزلي بالرز ما بياخدش معاكي يعني في حدود 5 دقايق ل7 دقايق وبتطفي عليه. بصوا الحشو بقى، تتأكدي ان البتنجانية من تحت الرز وصلها، وصلها عشان ما تبقاش فاضية من تحت ومليانة من فوق. بصي خلطة المحشي جميلة وحمرة ازاي. رصة البتنجان بقى، عايزة ترص البتنجان نايم او واقف ما فيهاش اي مشاكل، ملهاش دعوة بالتسوية دي خالص. البتنجان راقد في الحلة او موقفاه كده ملوش دعوة بالتسوية، زي ما تحبي ماشي. وادي الفلفل اهو، وانت بتحشيه بردك تتأكدي ان الرز جه للاخر، ما بياخدش معايا دقايق، والحلة كلها مليتها ما شاء الله بنفس الطريقة. بس اهم حاجة الفلفل ما بيتحطش من تحت، البتنجان اللي من تحت والفلفل من فوق. لو هتعملي معاهم كوسة يبقى الكوسة تحت الفلفل، اتفقنا؟ ده سر التسوية عشان المحشي ما يتهريش معاكي. بنفس الطريقة كده، وبتسيبي عقلة بس في البتنجان والفلفل عشان لسه الرز بيزيد. خطوات سهلة بس مهمة جدا، هتعملي المحشي زي بتاع زمان واحلى كمان. بصي بصي ايديا محمرة من الخلطة ازاي، ولسه لما تدوقي طعمه والله العظيم هتدعيلي. بنفس الطريقة كده الخلطة بقى اللي بتبقى منك، لو بقى خلطة محشي تعبيهم في كيس وتحطيهم في الفريزر، وقت ما تيجي تعملي محشي جديد بتطلعيهم تكملي بيهم، او تعملي المقدار ده على قد ما انت عايزة من المحشي اللي هتجيبيه، اذا كان نص كيلو بتنجان او كيلو، بتكملي الخلطة اللي باقية منك بيه. الشوربة بقى اهم حاجة، سقي المحشي بالشوربة المظبوط. ازاي بقى؟ نص الحلة، ما تغطيش الحلة شوربة، لا نصها، تيجي النص كده وتسقيه شوربة. لو غطيتيها هيتهري معاكي، وبيفضل تلت ساعة على نار عالية و7 دقايق على نار هادية خالص. بصي هو كده خد معايا تلت ساعة ماشي، بهدي عليه النار بقى وبسيبه ال7 دقايق اللي باقيين. بصي ما شاء الله جميل جدا كده، خلص معايا اهو زي ما اتفقنا، خد 27 دقيقة بالظبط. بصي ما شاء الله مش مهري، كل حاجة فيه مستوية وجميلة. بصي والبتنجان اهو، كل حاجة مستوية، والرز جميل مش مهري ولا اي حاجة. طريقة النهاردة سهلة وسريعة، يا رب تنال اعجابكم. لو عجبتكم الطريقة ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.